احنا من 1869 لغايه دلوقتي حسنا من القناه، لكن شغالين نفس النظام، نظام قوافل، قافله الشمال الاولى وتقف، وقافله الشمال الثانيه وتقف، وبعدين قافله الجنوب تعدي، وبعدين قافله الشمال تمشي. وفترات الانذار وصلت لغايه 11 ساعه داخل القناه، وده كله تكلفه على ربابنة السفن. وبالتالي كنا لازم نفكر ان احنا يعني نحسن من نفسنا. مش معقول هنفضل نوقف قافله ونوقف قافله، نوقف القافله الثانيه ونعدي قافله، قافله الجنوب، في نفس الوقت لو مركب شحطت او وقفت توقف لي القناه بالكامل، ما عنديش وسيله بديله اتحرك فيها. فبدانا نفكر ازاي نتصرف ونحل هذه المشاكل ونستعد للمستقبل برؤيه مستقبليه. في نفس الوقت كانت الحكومه المصريه كان مشروع تنميه بمنطقه قناه السويس كان تداول في اجيال او في سنين قبل كده، وكان في كلام كتير جدا جدا، لكن فعلا لم يتم فعل اي شيء على واقع الارض. فكان في قرار طلع من الحكومه المصريه ان تكون قناه السويس هي المظله الرسميه لمشروع التنميه بمنطقه قناه السويس. ليه؟ لان هيئه موجوده في موقع الاقليم، هيئه مستقره، هيئه لها درجه ثقه عالميه ودرجه ثقه محليه، فيها كوادر. يعني عشان تعمل هيئه جديده لمشروع التنميه كنت هتعمل كوادر ووظائف، يعني على الاقل في المرحله الاولى قناه السويس توقف المشروع ده على رجله، ويكون هيئه قناه السويس هي اللي بتتعامل مع جميع الوزارات المعنيه من منطلق انها الابر هاند بتاع المشروع. بدأنا فعلا الاعداد لمشروع التنميه في منطقه قناه السويس. طيب احنا عشان نرفع تصنيف مشروع التنميه في منطقه قناه السويس كنا لازم نرفع تصنيف قناه السويس نفسها، لان المشروع ده قايم على الشيبنج، وهتيجي سفن كتيره جدا للمواني بتاعتنا من خلال هذا المشروع. طيب هل هنكون جاهزين في قناه السويس لاستقبال هذه السفن ونوعيات من السفن دي ومن السفن العملاقه، ولا هنسيب نفسنا لغايه لما نلاقي نفسنا مش قادرين على استيعاب هذا النمو؟ بدأنا نفكر في الهيئه. طيب احنا عشان نحسن قناه السويس يبقى لازم نقلل زمن التوقف في قناه السويس، نقلل زمن العبور لقناه السويس، نحقق اكبر ازدواجيه ممكنه في قناه السويس. فبدانا يعني نحط الفكره للساده الرؤساء العظام من سبقونا، فكروا في افكار كتير واحنا بنحييهم على هذا. لكن احنا فكرنا باسلوب جديد شويه، ان احنا نعمل حاجه جوه قناه السويس، يعني قناه تانية جوه قناه السويس تعتمد على جزئين، البر والبحر. البر والبحر. ف قافله الجنوب احنا قلنا مش لازم تتقابل مع قافله الشمال. يبقى قافله الجنوب وهي جايه بتعمل فري ران لازم تطلع بره المجرى بقناه جديده وتنزل ورا البلاح وتكمل البحار بتاعها. وقافله الشمال لازم تطلع على طول فري ران من تحت، ونحاول نلغي فتره التوقف في مناطق البلاح والبحيرات، لان فتره توقف طويله جدا. وبعدين القناه مقسومه اثنين في البحيرات، جزء درافت بتاع 45 قدم واكثر، وباقي الدرافتات في الجزء الثاني. ده احنا قلنا خلي القناه كلها تاخد السفن العملاقه، يعني كل قناه تاخد ال 66 قدم. فلازم نعمل تكريك في البحيرات وتكريك في بحيره البلاح، بحيث ان الفري رن كله يبقى ماشي، ما نقولش سفينه عملاقه وسفينه مش عملاقه، كل السفن تمر في قناه السويس. في نفس الوقت ما يحصلش اند اون ما بين السفن وبعضيها قدر الامكان، ونعمل قناه موازيه لقناه السويس طولها 35 كيلو متر تنزل من دفرسوار للبلاح، وقافله الجنوب ما تقابلش قافله الشمال. قعدنا درسنا كوب كل ذره رمله ونقطه ميه، عندنا مهندسين اكفاء جدا في قناه السويس درسوا كل صغيره وكل كبيره، دراسه جدوى اقتصاديه وجدوى فنيه وجدوى بحريه وجدوى مجتمعيه في مدن القناه.
كل ده جمعناه في دراسة، في نفس الوقت عيننا على مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. لما الدراسة يعني الحمد لله قدرنا نستكملها، كان عندي سيد شرفت كان دولة رئيس الوزراء عندنا بيراجع مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. ففي نهاية المؤتمر وأنا بعمل برزنتيشن قلت له الفترة الجاية في دور على الدولة لازم تعمله، دور على قناة السويس لازم تعمله، قناة السويس لازم تعمل قناة موازية لقناة السويس عشان نحقق أول نسبة من الأزدواجية، وفي نفس الوقت نلغي فترة التوقف ونقلل تكلفة الرحلة البحرية على ملاك السفن عشان نبقى أتراكتف بالنسبة للقنوات البديلة، ومحدش يفكر في قناة بديلة وإحنا حاسبين كل حاجة. فسادته قال لي ده، قلت له ده بقى مشروع التنمية ياخدوا مصر كده ويطلعوا بيها للريادة الاقتصادية وينقلوا الثقل الجيوستراتيجي في المنطقة إلى مصر، بحيث إن مصر تبقى هي محور الاهتمام البحري العالمي في الفترة اللي جاية. قال لي طب ده مشروع قرن، قلت له إن شاء الله. قال لي طب هات لي الخرائط بتاعتك. فعلا يوميها بالليل كلمني سيادة الرئيس، كان بيكلمني في موضوع تاني، قلت له إن كان عندي رئيس الوزراء وأنا قلت له فكرة الحفر. فسيادة الرئيس قال لي طيب ربنا يوفقك وشد حيلك. خلاص أنا اعتبرت إن ربنا يوفقك خلاص. فنمت وأنا يعني مش مبسوط أوي. الصبح الساعة 6:30 لقيته بيكلمني بيقول لي أنا آسف صحيتك؟ قلت له أنا صاحي. قال لي أزعجتك؟ قلت له لا. قال لي بس أنا ما نمتش طول الليل. قلت له ليه؟ نشوف بقى رئيس مهتم يعني. قال لي عشان الكلام اللي انت قلته. قلت له عشان الفكرة؟ قلت له فكرة رائعة، وهي مع مشروع التنمية هيرجعوا الريادة الاقتصادية والسياسية لمصر، لأن عشان تكون قوي في السياسة لازم تكون قوي في الاقتصاد عموما يعني. فقال لي طيب هات الخرايط وتعال. ورحت شرحت له بقى الفكرة، قعدنا جلسات بتاع 3-4 جلسات، كل جلسة مش أقل من 3 ساعات. هو حط فكرة أضاف لها انه يعلى بالقناة الجديدة متبقاش كلوز للقناة القديمة، ويعمل تنمية مجتمعية ما بين القناتين. لكن الحقيقة انا كنت يعني بقول له القوات المسلحة لازم تقول رأيها. قال لي طبعا عندك حق، القوات المسلحة لازم تقول رأيها لان الحتة دي يعني مهمة للقوات المسلحة. فقعدنا مع القوات المسلحة، قعدنا ساعات وليالي مع القوات المسلحة ونحسب المقترحين. في الاخر يعني لقيت تليفون من سيادته فريق مهاب، احنا اخترنا المقترح بتاع قناة السويس المقترح الاول. ده وريك عظمة القائد، رغم ان المقترح التاني كان هو متوليه وكان متحمس له جدا، لكن لما شاف مصلحة الدولة فين ومصلحة البلد فين ومصلحة القوات المسلحة فين استجاب على طول للمقترح بتاعنا. هو مش بتاعنا، هو لولا هو ما كانش يبقى فيه مقترح اصلا، لولا ان في قائد في ظهر الانسان بيدعمه بيقف وراه ما كانش يبقى فيه فكر خالص.